السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده مع اسامه. نتناول فيها اهم اخبار النادي الاهلي وكره القدم المصريه والدوري العام الساخن جدا، خاصه الفرق اللي صعد حديثا لدوري الممتاز. خليني ابدا من النادي الاهلي كالعاده. والنادي الاهلي ومع كولر مفيش هزار. يعني ايه مفيش هزار؟ يعني بعد كولر ما عمل استعداد نفسي تام جدا بعد الخساره من السوبر، وكولر مهتم جدا بالجوانب النفسيه لدرجه ان عناصر الجهاز الفني كان عندهم حاله من الحزن لخساره السوبر، عمل معهم اجتماع وقال لهم ما ينفعش ده يتصدر للاعبين. مباراه خسرنا فيها انتهت، عايزين اللعيبه تاخد مننا كل ما هو ايجابي والانطباعات الايجابيه، وده كان رد في الملعب امام النادي المصري وتسجيل الفوز الاول في الدوري برباعيه نظيفه جميله ممتعه تالق فيها طبعا نجوم كبار زي رضا سليم، امام عاشور، بيرسيتاو. رضا سليم وموديست مش هيكونوا متاحين في مباراه سان جورج الاثيوبي اللي هتكون يوم الاحد، لكن هيرجع كهربا وحسين الشحات. طب موقف بيرسيتاو ايه؟ بيرسيتاو حتى هذه اللحظه وتبعا لطبيب الفريق في كدمه قويه جدا في العضله الاماميه، عمل النهارده بعض يعني جلسات الاستشفاء والعلاج الطبيعي، ولكن بكره يتم تحديد موقفه من العوده الى التدريبات الجماعيه بشكل رسمي بعد اجراء الفحوصات الطبيه. النهارده كولر مفيش راحه، ما بيهزرش، انت هتتمرن، اللعيبه اللي شاركت في المباراه هتدخل تدريبات بدنيه واستشفائيه، اللعيبه التي لم تشارك في المباراه هتلعب تراي ماتش مع فريق الشباب من اجل يعني اكسبهم حساسيه المباراه، حتى لو كانت مباراه وديه، حتى لو كانت مباراه شبه رسميه، ولكن ده شيء ايجابي جدا يعني مارسيل كولر بيفكر فيه هذا الموسم مع طبعا يعني كارلوس المساعد القادم للجهاز الفني هذا العام، وافكار هذا الرجل من الاستفاده من قطاع الناشئين وايضا تجهيز اللاعبين التي لم تشارك بصفه اساسيه وبشكل اساسي في المباريات. هيغيب رضا سليم، هيغيب موريست، هيرجع لك كهربا، هيرجع لك حسين الشحات في ظل موافقة أمنية ب 30,000 مشجع. أتمنى ال 30,000 مشجع يكونوا حاضرين، أو على الأقل 20,000 مشجع يكونوا موجودين. أنا عارف إن بعض الجماهير بيكون التكلفة باهظة عليها دور ال 32، ولكن ثقة جماهير النادي الأهلي في الفريق والهدية اللي قدمها الفريق في مباراة المصري تستدعي وقوف جماهيره جنبه إن شاء الله في مباراة سان جورج بعد الموافقة الأمنية ب 30,000 مشجع. ولكن وانت بتشتغل وانت بتنجح وانت بتحاول تتخطى اخفاقاتك سريعا، في ناس عايزه تخليك مستمر في الاخفاقات، من ضمنهم بعض الاعلاميين حتى لو كان حجمهم صغير ولكن الحقيقه بيتواجدوا في اماكن كبيره. لما تيجي تتكلم عن قناه اون تايم سبورت، فطبعا دي القناه اللي واخده الدوري المصري حصريا، فلما تيجي تتكلم عن مذيعه خارجه من قناه نادي الزمالك حاولت مرارا وتكرارا قبل قناه نادي الزمالك انها تنضم لقناه النادي الاهلي، ولكن فشلت في كل تيست كاميرا عملته، فانتقلت بالطريقه او باخرى الى قناه نادي الزمالك. طلع النهارده جايبه طبعا زميلنا الصحفي حسام زايد وبتقول له كهربا وازمات كهربا المستمره التي لا تنتهي، والحقيقه ان ازمات كهربا ما بيصدق يخلص من ازمه ويرجع للملاعب بعد غياب فتره طويله جدا الا انه ازماته مستمره. رايك ايه في كواليس الازمه الاخيره ما بين كهربا والنادي الاهلي؟ حسام زايد رد عليها وقال لها رأيي كواليس ايه؟ في موقع رسمي وفي بيان رسمي صدر من النادي الاهلي، يبقى ينفي اي كواليس. قالت له انا مفيش اي كواليس للازمه دي، هي بتدور على اي كواليس، يعني ما لقيش عندك حاجه جوه كده يا حسام؟ مفيش ادنى مشكله تطلعها كده؟ البعض اصلا اللي ردت قصه كهربا دي قال لك كهربا احمد فتوح، هل سمعتوا احمد فتوح في القصه؟ طيب القصه بتاعت كهربا دي طلعت ليه؟ القصه بتاعت كهربا دي طلعت عشان تغطي على تصريحات سوريو الفاضحة للاعبي نادي الزمالك في مجلة الماركة الأسبانية، لدرجة ان هم بعتوا وتواصلوا مع المجلة للتعديل على تصريحات سوريو وشلنا الشيشة من الموضوع، وده حدث بالفعل وتم رفع كلمة او جملة ان هم بيشربوا شيشة من الموضوع. طيب لاعبة نادي الزمالك اللي بتسهر بتعمل شات، لعيبة نادي الزمالك اللي بتشايش باعتراف مديرهم الفني، هل شفت حد في الاعلام طلع اتكلم بالشكل ده زي فرح او غيرها او غيرها او غيرها؟ لا لا. ليه؟ اصل دول لعيبه نادي الزمالك، ونادي الزمالك محصن اعلاميا والميول واضحه جدا والتشجيع لنادي الزمالك واضح جدا. ما هو واحده جايه من قناه نادي الزمالك هتشجع ايه يعني؟ لوكسمبورغ، منتخب لوكسمبورغ يعني هتشجع الزمالك. فده وضع طبعا بائس جدا، ولكن حزنت فعلت قناه اون تايم سبورت انها حذفت الفيديو من على المنصات. طب حذف الفيديو ده هل هيتبعوا عقوبه للمخطئ؟ يعني لما يكون اعلامي مش عارف ادواته وفقد المهنيه
وانت حذفت الفيديو وده اعتراف واضح ان الفيديو ده غير مهني على الاطلاق، هل هيكون في تصرف وفي اجراء انضباطي تجاه هذه المذيعة؟ انا بقول لكم بنسبه 100% لا لا. لكن ده يحصل مع كريم رمزي لما يطلع يقول مصدر مقرب من بن شرقي قال ان بن شرقي مش هيكمل في نادي الزمالك، فيجي كريم رمزي ويطلع في مداخله ويقدم اعتذار وبعد كده يروح الفضاء الاولى. ليه؟ اصل كريم رمزي اهلاوي. فموضوع صعب جدا، نرجو نرجو ان يكون في مهنيه في القناه اللي هي واخده الدوري بشكل حصري. ده بالنسبه لكهرباء، ان شاء الله راجع، ويمكن الحاج عامر حسين له تصريح تم تناقله عبر المواقع ان ايقاف كهرباء في الدوري بس، يعني حتى في الكاس هيلعب، يعني مش ايقاف محلي، لا ايقاف ومسابقه الدوري، وبالتالي هيلعب في الكاس امام انبي. اذا كهرباء متاح في مباراه سان جورج الذهاب والعوده، ومتاح ايضا في مباراه انبي في كاس مصر، ثم مباراه الاسماعيلي بقى في الدوري هيكون مش متاح. لكن هنا السؤال، الناس اللي طالعه بتقول ان هناك مجامله حدثت في تاجيل مباراه سيراميكا، يا جماعه الجدول واضح على طول مكتوب تحتها، في حاله لعب مباراه سان جورج والاهلي يوم 29 سيتم تاجيل مباراه سيراميكا. ده احنا كاهلاويه بنشتكي من هذه التاجيلات وبنقول اننا هنوصل لنص اربعة عندنا ما لا يقل عن 6-7 مؤجلات، هنعمل فيهم ايه؟ هنلعبهم ازاي مع 17 مباراه الدور الثاني؟ ده الاضرار دي واقعه على النادي الاهلي، عشان كده انت ما عندكش رفاهيه ان انت تخسر اي نقطه في الدوري العام في المباريات المتاحه ليك، لان الوضع هيكون صعب جدا جدا جدا، وانت بتلهث حرفيا ورا بعض الفرق اللي ممكن تكون سابقاك لانها تكون لعبه اكتر منك بعدد مباريات لن يقل عن 6 مباريات، وده شيء صعب جدا وهيذكرنا بالدوري الموسم قبل الماضي. نتمنى ان شاء الله التدرج ده، وان شاء الله يكون الدوري ده باسم النادي الاهلي، لان الاعلام واضح جدا ان هو واخد اتجاه ان هو يهمد الفريق بشكل او باخر، ولكن ان شاء الله النادي الاهلي ورجال النادي الاهلي قادرين على حصد لقب هذا الدوري والمنافسه بقوه على بطوله دوري ابطال افريقيا والدوري الافريقي. بمناسبه الدوري الافريقي تم اعلان بشكل رسمي خلاص معسكر المنتخب المصري هيكون في ابو ظبي، ويلعب مباراتين منتخب مصر مع منتخب زامبيا يوم 12 اكتوبر ومنتخب الجزائر يوم 16 اكتوبر على ملعب هزاع بن زايد، وفي هزاع بن زايد لنا حكايات وروايات ومباريات السوبر اللي دايما النادي الاهلي بيحب يلعب في الامارات على هذا الملعب، فقل حسن على النادي الاهلي وبالتالي فقل حسن على نجوم النادي الاهلي. ولكن السؤال، لابد من التحرك الان مع الشركه الراعيه للدوري الافريقي لتجهيز رحلات طيران من ابو ظبي يوم 16 للقاهره وتلحق مع بعثه الفريق الى تنزانيا، او من الامارات لتنزانيا على طول ويتقابلوا هناك في نفس اليوم يوم 17. نتمنى ان يكون التنسيق ده موجود، لان عندنا ازمه اخرى هتكون مع علي معلول، وعلي معلول ازمته الحقيقه هتكون اكبر بكتير لانها مش مرتبطه ان هو بيلعب في اليابان بس ومسافه وبعد وكلام من ده، لا ده كمان الساعه البيولوجيه هتكون صعبه جدا. يمكن علي معلول النهارده نشر اخيرا الصوره اللي خدها مع محمد صلاح في المعسكر الماضي وهو طبعا مواجهه مصر وتونس، وقال ذا ايجيبشن كينج. طبعا محمد صلاح نجم كبير جدا مش بس في مصر ولا في اوروبا، في العالم بشكل عام نجوميته تخطت حدود الاقليميه، وده طبعا بسبب مشاركته في دوري قوي وبسبب اسهاماته في الدوري ده اللي تخطت 200 جول لا يسبقه على تاريخ الدوري ده في البريمير ليج الا اسطوره ارسنال تيري هنري. نروح لنقطه الا وهي نقطة النادي الزمالك اللي بيستعد لمباراة بيراميدز، ونادي الزمالك هو بيستعد لمباراة بيراميدز أسقط أخيرا اللافتات اللي موجودة اللي كانت بتكلف أو بتمنع نادي الزمالك من استغلال اللافتات دي في الدعاية والإعلان. أنا ما زلت بحذر بشكل واضح جدا من حسين لبيب ومن تصريحاته بالنسبة للأمور المادية وحلها قبل يناير، ولازم يكون في وضوح نعرف نادي الزمالك تحركاته الماليه دي بتكون واضحه وجايه منين ومصادرها ايه، لان الحقيقه الجميع عنده يقين ان وزاره الشباب والرياضه دعمه بشكل واضح، فعشان وزاره الشباب والرياضه ترفع عنها هذا الاتهام لابد من وضوح الرؤيه وان تكون الامور بمنتهى الشفافيه في تصريحات حسين لبيب الرئيس المنتظر لنادي الزمالك. نروح للدوري العام اليوم، وكان مشتعل جدا والله زمان يا بلدية المحلة، بلدية المحلة بتفوز على المقاولين العرب 2-0، والجونة بتتعادل في اللحظات الأخيرة عن طريق أحمد بالحاج لاعب أسوان والزمالك السابق من ركلة جزاء، ويمكن سموحة كان عنده فرصة بعد ما كان تقدم بهدف أنه يسجل ركلة جزاء ولكن أضاعها شريف رضا في الدقيقة 59،
وايضا الداخليه بيفوز على انبي 1-0. لكن خليني اقف عند بلديه المحله تحديدا وكابتن شوقي غريب لاسباب متعلقه ان كابتن شوقي غريب اخر فترته في الملاعب كلاعب لاعب بتشيرت بلديه المحله، ورغم ان هو ابن اصيل من ابناء نادي غزل المحله اللي كان له صولات وجولات في فتره الثمانينات والتسعينات، الا انه قرر ان هو ينهي علاقته بكره القدم وهو بيرتدي تيشرت نادي بلديه المحله من اجل صعود بلديه المحله الى الدوري الممتاز لاول مره في تاريخها. وبالفعل تحقق مأرات كابتن شوقي غريب وصعد بلديه المحله موسم 92-93 عن طريق قياده لكابتن شوقي غريب كلاعب. النهارده بلديه المحله بتسقي الكابتن شوقي غريب مدير فني المقاولين العرب اول هزيمه له في الدوري، يعني بعض الاحداث كده بتكون فيها مرادفات كده تاريخيه حبيت اقف عندها، خاصه ان بلديه المحله فريق كبير وقدم نماذج مهمه جدا في كره القدم. مين ينسى كابتن شعراوي وينسى شعر فوكس والتيشيرتات بتاعه فريق بلديه المحله والديربي اللي كان قوي جدا بين بلديه المحله وغزل المحله والصراعات اللي كانت ما بينهم، اكرم عبد المجيد، احمد فاروق، عماره، ياسر رضوان، مجموعه من النجوم اللي قدمها فريق بلديه المحله لكرة القدم المصرية. وطبعا يعني فاكرين 98 كان ياسر رضوان باك رايت منتخب مصر ومحمد عمارة باك ليفت منتخب مصر الحاصل على بطولة افريقيا طبعا مع الكابتن محمود الجوهري. فوالله زمان يا بلدية المحلة، والداخلية سريعا بتصدر ازمات لفريق انبي وبتفوز بهدف، والجونة بيحافظ على انه يتعادل وده اول تعادل في الدوري، وده الفريق الوحيد اللي صاعد من الدرجة الثانية لم يحقق الفوز. يمكن زد فاز على الاسماعيلي والبلدية فاز على المقاولين وجونة تعادل مع نادي سموحة. نقطة بقى مهمة والحديث عن كهربا وبكرة مباراة الزمالك وبيراميدز، رمضان صبحي أصبح جاهز لمواجهة الزمالك، فين الحديث عن عقوبة دونجا يا جماعة؟ يعني أنا عايز أفهم، أنا منتظر بكرة هشوف دونجا في السكواد ولا دونجا حالته إيه، بما إن كهربا ما ظهرش أي موقف ثابت ليه إلا تصريح النهاردة تم تناقله، فين موقف دونجا؟ هل مثلا الحاج عامر حسين تكلم عن موقف دونجا في المداخله او في المواقع والناس تجاهلت الحديث عن موقف دونجا؟ عايزين نفهم دونجا موقفه ايه، لان كان في كلام طالع ان هو موقوف 4 مباريات زي الكلام اللي طلع واتسرب ان كهربا موقوف 6 مباريات والدنيا هديت لغايه لما بدا تنفيذ العقوبه من بدايه الموسم. هل دونجا هيكون عليه عقوبه ال4 مباريات هتنفذ ايضا من بدايه الموسم؟ ننتظر ونرى. ولكن الغريب ان محدش بيتكلم خالص عن ازمات دونجا ولا بيتكلم خالص عن عقوبه دونجا. اعتقد كده خلصت كل اللي عندي النهارده، نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع. لا ما ينفعش انسى عمر سيد معوض، والحقيقه الله يكون في عون عمر طبعا، والله يكون في عون كابتن سيد معوض طبعا، لان ابنه وراح عمل يعني اختبارات في ريال بيتيس، والنهارده كابتن سيد معوض بيعلن ان في اليوم اللي جاي عقد رسمي للنادي الاهلي من ريال بيتيس من اجل شراء عمر سيد معوض وانتقال عمر سيد معوض لريال بيتيس بيتم اعلان اصابه عمر سيد معوض بالرباط الصليبي. بالمناسبه عمر سيد معوض مش مصاب النهارده، مش مصاب في التراي ماتش، يعني عشان الناس ما يلتبس على الامر ان مباراه الشباب مع الفريق الاول هي اللي اسفرت عن ده، لا لما شاركش اصلا النهارده في المباراه الشبه رسميه الوديه ما بين اللعيبه اللي ما شاركتش في مباراه المصري وما بين الشباب، ولكن تم اصابته بالرباط الصليبي، والحقيقه موقف صعب جدا، ولكن ان شاء الله عمر لسه صغير يعني لعله خير، محدش يعرف ايه موقفه في الاحتراف، ايه كان ممكن يحصل. بالتاكيد الكلام ده ممكن يكون غير مقنع لا للولد ولا للكابتن سيد معوض، هم في ازمه نفسيه بالتاكيد، لكن انت لسه صغير ان شاء الله المستقبل قدامك، وان شاء الله ترجع بسرعه وترجع افضل من الاول ولعله خير. نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع.